هو ليه الرئيس المنهجية متاعه واضحة، ايش يقول لك؟ يقول لك انا نحب نعمل حاجة باهية، لكن كل مرة فما بؤرة متاع مؤامرة، مؤامرة النخبة السياسية، مؤامرة النخبة القانونية، مؤامرة النخبة الإدارية. من الأول بعد 25 جويلية بتنجم تقول حصر وصفى جزء من النخبة السياسية، بعد انتقل للنخبة النقابية اللي ولات يعني في الزاوية حتى في المسائل الاجتماعية، وبعد ماذا بين علق على البيان بتاع مكتب التنفيذي الوطني الاتحاد اللي صدر الأيام الأخرى، ثم انتقل إلى أنه المشكل اللي يتمثل في الإدارة، ومعاه في نفس الوقت كيفتح ملف ما سميه تطهير الإدارة، فتح ملف رجال الأعمال زوز مع بعض، وشفنا حتى الإيقافات والتي مركزة مشيت من السياسيين إلى النقابيين إلى الإدارة سلاش رجال أعمال. هنا رف السردية هذه في قلبها ما هيش غلطة، مش معناتها مش غلطة، هنا شوف الياسر نيونس يلزمنا نبدأ وفك التيران الهش متاع النيونس، أنه فما تاريخية في تونس داخل الدولة تواطئ مشترك بين الإدارة ورجال الأعمال والبزنس، فإنه هذا هو أحد المكونات الرئيسية لاقتصاد الريع، ومعاهم باركونتر المكون السياسي اللي هو ييسر عملية التواطئ الممكن بما هو إداري وما هو بزنس. هذا صحيح، هذه منظومة اللي نسميها اقتصاد الريع كي نحبوا نلخصوها بشوية سامبليفيكاسيون، هي هذه، هو السياسي الذي يوظف الإداري للتحالف مع البزنس، وما عادش يخدموا مشروع تنموي، يخدموا مصالحهم الشخصية. السيستم هذا اللي مركب المعقد جوست عملت سامبليفيكاسيون، كي يبدا الرئيس هو في على رأس الدولة، ويبدا صحيح نظام الرئاسي متوجد كان بعد دستور 22 في 25 جويلية 22، لكن الصلاحيات اللي كانت عند الرئيس بين 25 جويلية وقرار الدستور أكثر من النظام الرئاسي، عنده أصلا الصلاحيات التشريعية، هو يشرع، معناتها ما عندوش حتى برلمان، ما أكثر أقوى معناه، ما غادي مش معناتها كان عنده حاجات ينجم يعملها، كان ينجم يعملها من 25 جويلية، بس يريدنا نعرسه برك. أما زاد ما ننساوش الشخصية السياسية رئيس قيس سعيد خلي وصف ذلك الصنف الذي أراده الشعب التونسي في بعد 25 جويلية، ونادى الشعب التونسي في بقاعدة مظاهرات بإعدامات وبيدرى شنو، لا ما عملش يا أحمد باش نعطيك بعد الكلمة، ما تقطعوش تفضل طارق. احنا ماشي نناقشوا عمل العدمات ولا، لكن نناقشوا شنية الفرصه التي اتيحت للرئيس لتنفيذ مشروعه. اذا كان المشروع هو تفكيك المنظومه هذه نتاع اقتصاد الريع، هي فعلا فما التواطئ هذا، وساعات يمسها ويقول لي هاو البنوك هاو كذا، ويجبد الكارتلات ولا يتحط عليهم في الاشهر اللي فاتت، يعني ماشي الغادي، اي ما هذه تتفكك باش راه تعملت براسات وتعملت بقوت وتعمل الحديث، شنو هو الحاجات اللي تفكك بها منظومه الريع هذه؟ ما صارش منهم للأسف حتى شيء. منهم مثلا محكمة المنافسة أو مجلس المنافسة، مجلس منافسة اللي هو عنده ديجا في الرف متاعه عديد القرارات تستحق التفعيل، يلزم دعمها بديروسورس مالية وقضائية واللي مش تنجم تخدم على روح. هذا هكا المسألة تمشي بالمؤسسات مش ببطل. البطل ما فماش في التاريخ أبطال، راو شنو معناتها؟ يعني ما فماش شخص يصنع التاريخ، التاريخ تصنعه مؤسسات وشعوب. هنا انت يزمك اصلاح مؤسساتي لشيء هذا، والرئيس عنده الادوات كان من 25 جويلية وانت جيلته. نشيل النقطة الاخرى اللي هي مهمة بنفس الاهمية في علاقة بالموضوع متاع رجال الاعمال ويلزمهم يخلصوا والاخذهم من بنوك عمومية، هي هذا دليل على انه كان فما تواطئ، كان فما منظومة بنكية تعطي امتياز لرجال الاعمال اللي ماخذين ضوء اخضر من السلطة السياسية، صحيح، وياخذوا معناتها قروض بدون ضمانات او ضمانات حقيقيه، صحيح. إيه كيفاش نواجهوا الموضوع هذا؟ ما نواجهوه بمنهجيه معينه، كيفاش باش نعملوا لهم؟ انه نجي ونطرح عليهم مثلا صلح جزائي، هاك طرحت انت والتو لا نجح، زعما علاش ما نجحش؟ لازم تشوفوا لهنا، انت عملت له قانون وحدك حتى حد ما دخل فيه، اون فانت كونت المحصله ماهيش وين الخطا يعني اي هنا يلزم يلزم نمشيو للتفاصيل هذه، مش انه نقعدوا نحكيوا على هالمنظومه وانه ديما فما مؤامره ضد الرئيس من غير ما نحاولوا نحلوا المشكل. المؤامرات راهي موجوده في التاريخ، لكن المؤامرات تخولها وتسمح بانها تتعمل اليات، كيفاش انت تمنع الاليات هذيك باش مؤامرات ما تتعملش؟
هذا ممكن. حاجة أخرى بالله فقط، الرئيس البارح لأنه يظهر لي ما عرفش نزيدوا نعلقوا على التصريح متاع الرئيس، فقط جبت قال أنا عملت حملة تفسيرية، وتقلق يبدو أنه عدد من الناس والمعلقين أو الفاعلين السياسيين قالوا اللي هو الفترة اللي فاتت عمل حملة انتخابية، حملة اعتبروها حملة انتخابية. قال أنا في 2019 أنا ما عملتش حملة انتخابية، عملت حملة تفسيرية. هنا راهو شوف نجم أنا نسمي هذية كاس شاي، قررت أني الدبوزة هذه هي كاس تاي، ما هيش ما هي أنا قررت، ما أنا هي نجم تكون كاس تاي، نجم أنا هذين خلطها مع التاي تولي كاس تاي، لكن هي زادة أساسا توا الحاجة اللي قد ما نجم ونحكم عليها الكل كان نقول هذه شنية دبوزة ماء، دبوزة ماء. الرئيس شارك توا كان جاي ما شاركش في الانتخابات ودار من جهة لجهة، سميه حملة تفسيرية للمشروع متاعه، الشيء اللي كان يعمل فيه قبل راهو صحيح، كان يدور دشرة دشرة قرية قرية يفسر في المشروع السياسي بتاعه، كان يعمل فيه هذا، لكن لما انت دخلت الانتخابات انت قدمت، انت قدمت فانه تولي حملة انتخابية. الرئيس في 2019 عمل حملة انتخابية كما توا عادي جدا مش عمل حملة انتخابية. الحاجة اللي يلزم انا في رأيي مناقشتها هو شنية المشروع متاع الرئيس في الحملة الانتخابية فقط، مش راهي الفكرة متاعه اللي ديما يعودها انا جررت جرا للترشح للرئاسة، انا متعفف على المناصب، ايه ينجم يكون صحيح ينجم، لكن في النهاية انت معني بالرئاسة معني بالكرسي، المهم مش انك متعفف ولا المهم شنو مش تقدم، وانه الناس اللي كيفك زادة ينجموا يكونوا مهتمين بالرئاسة ما مش واطن ولا اشرار، هما كيفك انت معنيين بانه بالمسؤولية في الدولة، اللي يلزم نناقشوه ما هو مشروعك وما هو مشروعهم، هذا اللي يلزم نناقشوه من اجل اصلاح تونس، هذا اللي يلزم نناقشوه.